وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك معنا دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم أحيي وحي مشاهديكم الكرام. أهلا بكم. نبدأ من تقريركم، تقرير المركز عن استخدام أسلحة الصيد ضد المتظاهرين. ماذا وثقتم وكيف تابعتم هذا الاستخدام لتلك الأسلحة الممنوعة؟ نعم، يعني في الحقيقة وصلت إلى المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مجموعة صور وشهادات من بعض المتظاهرين الذين يشاركون في التظاهرات، توثق أن القوات الحكومية قامت باستخدام نوع من الذخيرة التي تنفجر وتولد شظايا تصيب المتظاهرين. يعني هذه النوع من الأسلحة يعني هي تعتبر من الأسلحة التي تحدث أضرار وممكن أن تؤدي إلى آثار خطيرة على صحة الإنسان، ممكن أن يعني تؤدي إلى إعاقات أو تؤدي إلى يعني إصابات بليغة، جروح خطيرة وغيرها، وهي طبعا تعتبر من الأسلحة الغير مسموح بها والمحرمة دوليا. إلى ماذا يشير استخدام تلك الأسلحة ومن المسؤول عن استخدامها؟ يعني الذي يشير هذا الاستخدام لمثل هذه الأسلحة أن الحكومة العراقية لا تبالي بأرواح المواطنين وتتفنن في استخدام مختلف الأساليب فقط طبعا لأجل غرض واحد هو قمع وإرهاب المتظاهرين وثنيهم عن التظاهر وإخماد هذه التظاهرات. طبعا بالإضافة إلى ذلك يعني هو نهج حكومي مستمر منذ يعني فترات طويلة، ولها هو نفس الأسلوب الذي تستخدمه للتصدي للتظاهرات. أما من المسؤول فالحكومة العراقية هي المسؤولة الأول والأخير عن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، خاصة وأن هؤلاء الذين يقومون باستخدام هذه الأسلحة هم يعني قوات أمنية وميليشيات منضوية تحت اسم الحكومة. إضافة إلى ذلك تتحمل المسؤولية كافة الدول التي تساند وتدعم الحكومة العراقية من خلال الدعم سواء المادي أو الدعم المعنوي، ومعروف أن هذه القوات مدربة على أيدي وخبرات أجنبية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي تقدم مثل هذه التعاون مع الحكومة العراقية. أخيرا دكتورة، ألا يجعل ذلك القوات الحكومية والميليشيات في كفة واحدة في انتهاكاتهم ضد المتظاهرين؟ يعني هي منذ البداية القوات الحكومية والميليشيات هم في كفة واحدة. القوات الحكومية هي نفسها الميليشيات والميليشيات هي نفسها القوات الحكومية. أصلا هي القوات الحكومية العراقية منذ البداية ومنذ نشأتها بعد عام 2003 بعد حل الجيش الوطني السابق أسست على أساس إدماج الميليشيات، وتدين وتستطيع الميليشيات أن توجه الأوامر للقوات الحكومية في أي وقت. إذا هناك تعاون وهناك تواطؤ مستمر بين القوات الحكومية والميليشيات، والكثير من الأحداث أثبتت أن القوات الحكومية هي من تقوم بتسهيل دخول هؤلاء العناصر التي يقولون أنها طرف ثالث وغيرها ويدعون عدم معرفتهم بمثل هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأفعال تحت مرأى ومسمع من القوات الحكومية، وهي تأخذ فقط دور المتفرج، وعلى العكس تقوم بحماية الميليشيات وهؤلاء مرتكبي هذه الجرائم وتترك المتظاهرين لمصيرهم دون أن توفر لهم الحماية، وهي المفروض أصلا أن توفر الحماية للمتظاهرين قبل أي شيء. نعم. من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.